ازيك يا اديب؟ اللي انت عملتيه ده؟ انا مش عارفه انت بتتكلم عن ايه، بس مبدئيا انا حر. وهي الحره تعمل كده؟ الحر يعمل اللي هو عايزه. تتجوز الدكتور ناير؟ يا دي اخرتها؟ ماله دكتور ناير؟ ده قمر. انت مصدقه نفسك؟ جدا. وبعدين انت متضايق ليه؟ بتحبني؟ لا. طيب امال في ايه؟ خايف عليك. شايفني عيالة صغيرة مش عارفة اخد قرار في حياتي؟ ايوه يا مسعد يا حبيبي، ما تديش لنفسك الحق انك تتكلم معايا بالطريقة دي، ده اسمه تجاوز. مين دي اللي عيلة؟ انا حرة، انت فاهم؟ واعرف اخد قرار في حياتي احسن منك. انا بجد مش فاهمة مالك في ايه؟ يا سحر، انت عارفة كويس ان امرك يهمني. يبقى تقول رأيك وتشكر، وأنا حرة. ماشي يا ستي، أنت حرة براحتك. والمفاجأة الكبيرة بقى إن أنا بحبك. أيوة بموت فيك، بعشقك عشق، بس ده كله مش مبرر خالص يخليني أتجوزك. أنت مجنونة. لا خالص، والأسباب منطقية ومبررة جدا. أولاً لأنك تستاهل واحدة أحسن وأطيب وأرق مني بكتير. ثانياً أنت ظروفك زي الزفت وأنا الصراحة مش ناقصة. ثالثاً وده الأهم والأصدق والحقيقي يا مسعد، إنك ما بتحبنيش، وده حقك، بس مش من حقك أبداً تسألني أنت عملتي كده ليه. أنا همشي عشان أنا مش عايز أزعل منك أكتر من كده. ادعيلي. سلام. بص يا سعد، انا رايي ترجع الشغل وتكمل حياتك عادي. انهي شغل؟ الحسابات. وبعدين؟ وانا بقى بصراحه موضوع انك فشلت في التمثيل وان في مخرج مضايقك دي مش داخله دماغي. انا هكدب عليك ليه يعني؟ يا عم انا ما قلتش بتكدب، بس صراحه بقى مستحيل ده يكون السبب اللي خليك تسيب اهلك وناسك وتقفل تليفونك وما تردش على حد. انت في حاجه تانية مضايقاك. انا بصراحه وما يخصنيش ان اعرفها، انت والله مونسني ومنورني، بس انا لازم انصحك برضه شويه كده. انا كمان ماشي مسافر، مبقتش فارقه معايا، وهبيع الشقه دي واتحرك بفلوسها، وهو من هنا لغايه ما باعها ادي احنا قاعدين مع بعض. طب كويس، مش ايجار يعني؟ لا هي تمليك، هي صحيح مش شقتي لكن بتاعتي وممكن ابيعها عادي. يعني ايه مش شقتي بس بتاعتي؟ يعني هي ورثي ملكي لكن مش حقي. امال حق مين؟ حق الحاج والحاجة الله يرحمه. ابوك وامك يعني؟ يعني المهم انت لازم تفتح تليفونك وترد على الناس اللي قلقانين عليك دول. نجوم رمضان معاك على واتشت، اشترك وما تخليش حاجة تفوتك.